السلام عليكم. موضوعنا اليوم صفات البرنامج الجيد. هناك مواصفات محددة يجب أن يحققها البرنامج حتى نقول إنه جيد، وهي: أولا، ينفذ بشكل صحيح، فلا يجب أن يقوم البرنامج بطباعة ناتج ظرف رقمين مثلا بدل جمع رقمين. اثنين، يجب أن يكون البرنامج فعال. نقصد بكلمة فعال إن البرنامج يجب أن يستغرق أقل وقت ممكن، وفي بعض الأحيان هناك أمور أخرى هامة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، مثل استخدام أقل قدر ممكن من ذاكرة الكمبيوتر حتى يقال إن البرنامج فعال. ثلاثة، من السهل قراءته وفهمه حتى من قبل شخص آخر غير ذلك الذي قام بكتابة البرنامج. أربعة، من السهل فحص وتدقيق، فلا بد من التأكد من صحة البرنامج ومن أنه يقوم بالمطلوب. خمسة، من السهل تعديله، وهناك دائما إصدارات جديدة ونسخ معدلة من البرنامج. مراحل تطور النظام. تمر عملية تطور البرنامج بخمسة خطوات رئيسية. أولا، توصيف المتطلبات، تحديد فهم المدخلات والمخرجات. اثنين، التصميم، تحديد العمليات الرئيسية التي تطبق على كل كيان بياني وافتراض وجود أجهزة معالجة لتنفيذ هذه العمليات. ثلاثة، التحليل، المفاضلة بين الخوارزميات المتوفرة لحل نفس المسألة تبعا لمقياس المفاضلة متفق عليها، تعقيدات الوقت وتعقيدات الخزن لاختيار أفضلها. أربعة، تحسين وترميز، في هذه الخطوة يتم تحديد التمثيل البياني لكل كيان أتابه إجراءات لكل عملية على تلك الكيانات، وتكون نسخة متكاملة للبرنامج. ستة، التحقق من الصلاحية، وتضمن هذه الخطوات ثلاث جوانب مختلفة. الخطوات الثلاثة هي: أولا، البرهنة على الصح، يجب إثبات أن البرنامج صحيح قبل استخدامه، حيث يتم استخدام طرق معينة للبرهنة على الصح. اثنين، الاختبار، هي عملية توليد نماذج بيانية يعمل عليها البرنامج، حيث أن الهدف منها هو إعطاء إشارة على وجود أخطاء في هذا البرنامج. ثلاثة، تشخيص الأخطاء، أي المقصود هي عملية تحديد مواقع الخطأ في البرنامج وتصحيح الإعازات التي سببت تلك الأخطاء. شكرا للاستماع.